لهرماش تمرير الكرات الآن يمر الكرة بسلطان دعيع راوغ سلطان دعيع يغامر سلطان يعمل بشكل ذكي جدا لياسر القحطاني يعمل ياسر لفة جميلة جميلة جول الله هدف سجل ياسر لا تقول لتياغو سجل ياسر لا تقول لتياغو هذه لعبة فنان لعبة فنان تقول فيجو تقول دول كواريزما لفة بشط القدم تقول لك تفضل تفضل هالمرة ما راح أقول بريغادو تياغو بقول لك يا تياغو قول الياسر بريغادو يا تياغو قول الياسر بريغادو كل كل القناص يا عيني على القنصة على اللفة على الجمال الدلل يا البرازيلي هذا الكرم القحطاني الجميل لاف الكرة الجميلة اتعدي من وديع ويودعها تياغو يا تياغو مو أبريغادو قول هالياسر قول الياسر أبريغادو لبسة جميلة بثلاث نقاط بثلاث نقاط كذا تفرق الخبرة يفرق اللمسة يفرق الاسم يفرق القناص يفرق الكاسر يفرق ياسر ياسر القحطاني يصنع كرة فارقة في المباراة وفي نتيجة المباراة الهلال يعدل الأمور ويتقدم مرة أخرى يتقدم مرة أخرى تياغو نيفيز يقول لياسر بريغادو ويستقبل الهدية الجميلة بالتمرير وهدف ثاني لكن شوف سلطان دعي عجبني سلطان هو اللي بداها عمل الفنت عمل مراوغة تحرك قلب الدفاع في ثاني مباراة له سلطان الدعيع يعمل تمريرة فارقة صحيح تمريرة القناص ساحرة لكن عمل كبير جدا قدمه سلطان الدعيع في التوغل في لعب الكرة في